يبدأ قراءته. فرغت العائلة من الشواء والأكل، فتوجه أحمد إلى التلفاز وفتحه وقال: تعالوا تعالوا انظروا، الحجيج يطوفون بالكعبة. أسرع أفراد العائلة وجلسوا أمام التلفاز يتابعون المشاهد. لعلهم لعلهم يرون الجد الحجاج الحجاج يلبسون الأبيض ويطوفون بالكعبة. كان أفراد العائلة جميعا يسمعون الدعاء ويحدقون. ويحدقون في شاشة التلفاز. فقفز أعمت فجأة وصرخ: كأني رأيت جدي، كأنني كأنني رأيت جدي. حدق الجميع فلم يروا الجد. أي مؤمن، اقرأ النص. فرغت العائلة من شواء الأكل، فتوجه أحمد إلى التلفاز وفتح وقال: تعالوا انظروا، الحجيج يطرفنا بالكعبة، يطوفون يطوفون الكعب بالكعب. أسرع الأفراد العائلة جلسوا أمام التلفاز يتابعون المشاهد. لعلهم يرون الجد الحجاج يلبسون الأبيض يطوفون بالكعبة. كان أفراد العائلة جميعا يسمعون الدعاء يلبسون البيض ويحدقون. تعاود فيها الجملة. يلبسون الأبيض ويطوفون بالكعبة. لا واصلي. بالكعبة يطرفون بالكعبة. كان الأفراد العائلة جميعا يسمعون الدعاء ويحدقون في شاشة التلفاز. قفز أحمد فجأة وصرخ: كأنني رأيت جدي. حدق الجميع فلم يروا الجد، يروا الجد. هارون. السلام يا عليكم. هارون، وعليكم نعم، السلام، مرحبا. حل الكاميراي. أي يا هارون، نقرأ النص. فرغت العائلة من الشواء والأكل، فتوجه أحمد إلى التلفاز وفتحه وقال: تعالوا انظروا، حجيج يطوفون بالكعبة. أسرع أفراد العائلة وجلسوا أمام التلفاز يتابعون المشاهد. يتابعون. يتابعون المشاهد. صمت، ما فهمتهاش. لعلهم لعلهم
يرون الجد الحجاج يلبسون الأبيض ويطوفون بالكعبة. كان أفراد العائلة جميعا يسمعون دعاء ويحدقون في شاشة التلفاز. قفز أحمد فجأة وصرخ: كأنني رأيت جدي. حدق الجميع ولم يروا جد. جيد، أنجزت الأسئلة يا هارونة؟ لا. أنت خرجت النص ذي عندك في ورقة؟ أي عندي. أي خطر عندي برشا من اللي حطيته في الموقع هيك، علاش؟ باش على أساس تخدموه. باهي، باش نعطيكم بعض الوقت باش تنجزوا السؤال الأول والثاني. باهي، ثم نصلح. سيدتي ما عنديش الورقة أنا. حاول تخدم على الكراسة. أنهيت سيدتي. أحسنت رنين.
أجلس السؤال الأول والثاني. أنا ما كملتش. رنين، نعم سيدتي. استخرجت القرائن؟ أنت وتوجد. بدبرك السؤال فيه إنك تجاوب نعم أو لا، وكذلك تستخرجين قرينة، والسؤال الثاني نفس الشيء، تربطين بسهم وأيضا تستخرجين قرينة. عملت السؤال الأول. استخرجت القرينة يا مؤمن؟ لا ردوا بالنا يا أطفال، السؤال راه فيه جزئين، تجيبون بنعم أو لا، وأيضا تستخرجون القرينة، والسؤال الثاني أيضا به جزئين، الجزء الأول تربط بسهم والجزء الثاني تستخرج القرينة. لقيت القانون أنا مش مكتبها. سيدتي كملت. أحسنت يا هارون. سيدتي أنهيت. أحسنت يا رنين. سيدي ما زلت نكتب في القارينة. يا أطفال، أنتم تقرأوا في قطر ولا في تونس؟ قطر 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 به، أنا انتم مش قطر. تعديوا ثلاثي هكا؟ أي بعد أسبوعين. وقتش امتحانات باش تبدا عندكم؟ نهار 21 أنا هكا؟ أنا 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 احنا 21 شفوي. أنا في هارون أنا أنا 21 شفوي، به، يعني وانت يا مؤمن فيفري فيفري. نفس الشيء بقية؟ أي شفوي حتى. ما واضح. سيدتي حطينا. ما
انتم تو في بالي ما تمشيوش للمدارس هكا تقراو عن بعد؟ لا ليش سيدتي رجعنا نقراو. انا نمشي المدرسة اما انا سيدتي نهار بنهار بنمشي بنهار بنهار. ما هل نصلح؟ لا لحظة بس. نعم نعم زيدة ننتظر مقبل قليلا. انهيت. سيدتي انهيت. يا رنيم ابدأي. نعمل الجملة سيدتي. اقرأي سؤالنا الأول. حسنا. أكتب نعم أو لا وأستدل بقرينة من النص. جلس أفراد العائلة أمام التلفاز لمشاهدة الجد. اقرأ القرينة. يعني هو قال لك معناها نعم أو لا، معناها أنت كل جملة مش تقولي عليها أنا لي نعم وأنا لي لا، فهمت؟ ماكش تحط علامة أنت. حسنا. إذن لمتابعة شريط تلفزي نعم أم لا؟ لا. لمشاهدة مباراة رياضية؟ لا. لمشاهدة الجدي؟ نعم. باه اقرأ القرينة. أسرعت أفراد العائلة وجلسوا أمام التلفاز يتابعون المشاهد لعلهم يروا الجدة. يرون الجدة. جيد. ما رأيكم يا أطفال؟ نعم يا هارون. نعم. إجابته صحيحة؟ نعم. جيد. أنت يا مؤمن؟ ها؟ هل إجابة رنيم صحيحة؟ نعم. أنت زيدا كتبت هكا؟ أم خطأ؟ أنا خطأ بركة شوية. شنيا اللي فيش غلط؟ أنا كتبت لمتابعة شريط تلفازي. وشنيا القرينة اللي استخرجتها؟ قال
تعالوا انظروا الحجيج يطوفون بالكعبة أسرع أفراد العائلة وجلسوا أمام التلفاز يتابعون المشهد. مشاهد وصل. الجملة لم تنتهي. مشاهد لعلوهما يرون الجد. إذن الجملة هذه فيها شريط تلفزي؟ هل ذكر شريط تلفزي في الجملة؟ موجود كلمة شريط تلفزي في الجملة هذه يا مؤمنة؟ لا إذن أنت هيك القرينة اللي كتبتها؟ أي. إذن قرينتك تدل على أنهم جلسوا أمام التلفزي لمشاهدة الجد وليس شريط تلفزي. أي هارون اقرأ السؤال الثاني. أربط بالسهم وأستدل بقرينة من المسجد. تابع عائلة مشاهدة على التلفاز. مشاهدة. مشاهدة على التلفاز يوم عيد الفطر، يوم عيد الشجرة، يوم عيد الأضحى. هو يوم عيد الأضحى. ما هي القرينة؟ انظروا حجيج يطوفون الكعبة. نعم، إذا موسم الحج، متى يكون موسم الحج؟ في عيد الأضحى. نعم، في عيد الأضحى، ولكن هناك قرينة أكثر دقة. يعني هذه صحيحة زيادة، ثم قرينة أخرى تنجم تكتبها. رنيم هل أنجزتي نفس القرينة؟ سيدتي هنا ما خدمتوش ما خدمتمش التمارين. تو ما خدمتوش، أنا قلت لكم أخدموا السؤال الأول والثاني. ما هو خاطر نحسبك قلت نعمل القرينة. باه أنا ساعة خاطر قلت ننجز السؤال الأول والثاني. باه ما يسالش. أي مؤمن نفس القرينة ولا عندك قرينة أخرى؟ يا مؤمن رغبت العائلة على أحمد. لماذا يا مؤمن؟ لحظة يا هارون، لحظة يا تتأكد. مؤمن، لماذا لم أربط بسهم وأستدل بقرينة من يا مؤمن؟ لحظة يا مؤمن، نعم. لحظة، لماذا لم تنجز السؤال؟ أنا الساعة أعطيت لكم وقت باش تنجزوا السؤال الأول والثاني ثم سنصلح مع بعضهم، فهمتوا؟ أي نجز السؤال الأول والثاني؟ أي خدمت السؤال الثاني أنت؟ أي أربط باه، ما هي قرينة. القرينة اللي كتبتها؟ القرينة تو صلحت، قال تعالوا انظروا الحجيج يطوفون بالكعبة أسرع أفراد العائلة وجلسوا أمام التلفاز يتابعون المشاهد لعلوهم يرون الجد. ما هي الجملة الأولى فقط تكفي يا مؤمن، كي يقول لك أعطيني قرينة مش تكتب له نص كامل ولا تكتب له جملتين ولا ثلاثة، جملة واحدة تكفي. معناه يلزمك تكتب الجملة اللي أنت حاجتك بها في السؤال فقط، فهمت؟ يعني الجملة هي تعالوا انظروا الحجيج يطوفون بالكعبة، هذه الجملة تكفي، فهمتني يا مؤمنة؟ باهي. باه، هل هناك قرينة أخرى في النص؟ نعم. ما هي يا هارون؟ فرغت العائلة من الشيء والأكل. من الشواء والأكل، نعم هذه أيضا قرينة جيدة. نمر إلى سؤال ثلاثة وأربعة وخمسة وستة. به أنتم تو باش تخدموا سؤال ثلاثة وأربعة وخمسة وستة به، وبعد نصلحوهم مع بعضهم. ثلاثة وأربعة وخمسة وستة، واضح يا أطفال؟ يلا واضح.
أسألك سيدتين خدموا الستة. أي سيدتي أنهيت من 3 لين 6. أحسن زي مؤمن. أتحرج ما نخدموهوش؟ لا بعد ما نخدموه جاوبوا 3 و5 تنصلحوه مقبل. أنهيت. أحسنتي يا رنين، ننتظر هارون ثم نصلح. لقيت التمارين في الكتاب. سيدتي شاشة نحاوت.
أنهيت هارون؟ نعم نصلح إذا نايم. أرتب الأحداث كما وردت في النص بكتابة الأرقام من 1 إلى 3. قفز أحمد فجأة، جلس أمام التلفاز، حدق الجميع فيلم يروا الجد. أول واحدة هي جلس أمام التلفاز، زين، وثانيا ثانيا حدق جميع الفيلم يروا الجد، ثالثا قفز أحمد فجأة. نعود إلى النص. شوف لي القرينة، ترى منين يبدأت؟ أول شيء قلت لي جلسوا أمام التلفاز، به يبدأ. أقرأي، أقرأ القرينة. جلسوا أمام التلفاز يتابعون مشاهد علهم يرون الجد. جيد، هذه رقم واحد. ب، قلت لي رقم اثنين، حدق الجميع فلم يروا الجد. ويني في نصترة؟ هلو جيجو يا حدق الجميع في آخر سطر. أنا أعطيتها به، يعني اخر جملة في النص. حدق وبعد قلت لي رقم ثلاثة، قفز أحمد فجأة، لو وجد عليها في النص. حد قفز أحمد فجأة. نحب نصلح الإجابة. لحظة، الثانية هي حدق الجميع فلم يروا الجدة، والثالثة قفز أحمد فجأة وصرخ كأنني رأيت جدي. أنهي اللي جات قبل الأخرى في النص؟ حدق الجميع وإلا قفز أحمد؟ الإجابة الأولى هي جلس أمام التلفاز، أي الإجابة الثانية حدق الجميع الفيلم يروى الجدة. يا هارون، إحنا إيش ترتيب؟ إيش معناها مش ترتب أنت؟ حسب النص، أنا والحدث اللي صار الأول. أول حاجة قلت لي جلسوا أمام التلفاز، هذيك متفاهمين فيها صحيحة. ومن بعد في آخر النص، ثم قفز أحمد فجأة، وثم حدق الجميع فلم يروا الجد. ارجع للنص وشوف أنهي اللي جيت قبل الأخرى. في النص، أنهي اللي جيت قبل الأخرى؟ توجه أحمد إلى التلفاز وفتحه وقال: تعالوا انظروا الحجيج يطوفون الكعبة. يا أحمد، يا هارون، يا هارون، نعم شو سطر لي جملة جلسوا أمام التلفاز في النص، سطرها. سطر أنا هيك الجملة جلسوا أمام التلفاز في النص، سطرها. بس سطرتها. قفز أحمد فجأة، سطرها في النص. قفز أحمد فجأة، سطرت. حدق الجميع فلم يروا الجد، سطرها. حدق الجميع. سطرت. هذا من 3 جمل هو اللي قال لك في السؤال، قال لك رتبهم، صحيح ولا لا؟ اغزر البلاصة كل جملة وين جات؟ أنا هي الجملة اللي جات الأولى في النص، أول جملة في هذا من 3. أول جملة، أول جملة من بين 3 جمل اللي سطرتهم، أنا هي.
وجلس أمام التلفاز. صحيح معايا ذكر. الثاني صح أيوه. الثاني حدق الجميع في لحظة يا أحمد. يا أحمد يا هارون، نقول أحمد هنا. يا هارون جلسوا أمام التلفاز، هي ذيك الجملة الأولى اللي جت في النص هكا ولا؟ نعم معناها ذيك رقم واحد، معناها صحيحة. الثانية الثانية أغزلي، شوف الزوج جمل اللي أنت سطرتهم، قفز أحمد فجأة وحدق الجميع، أنا هي اللي جت قبل الأخرى في النص كي سطرتهم؟ قفز أحمد فجأة. صحيح هذيك اللي جت قبل حدق الجميع، معناها أنا هي رقم اثنين. اثنين هي قفز أحمد فجأة. يعطيك الصحة، هذيك رقم اثنين. 30 ما ينساش نعاود الجملة. لا تعاود الترتيب، لحظة معك. ثلاثة هي حدق الجميع فلم يروا الجد. يعطيك الصحة به. بيرني أعطي ترتيب الجمل. لحظة يا نعم رنيم تو مش تكلم. حسنا الأولى هي جلس أمام التلفاز، الثانية هي قفز أحمد فجأة، والثالثة هي حدق الجميع فلم يروا الجد. أحسنتي. مؤمن سؤال أربعة. يا مؤمن مؤمن أي رنيم سؤال أربعة. حسنا وعاوز الكلمة المسطرة بأخرى لها نفس المعنى. اقرأ الجملة. حدق الجميع فلم يروا الجد. ما معنى حدق؟ تساوي أمعن. نعم نعم أمعن النظر، يعني نظر جيدا. أحسنت يا رنيم. مؤمن. نعم. أين كنت يا مؤمن؟ خرجوني من الصورة يا أخي، ما عرفتش ندخل بعدك دخلتك. ما خرجك حد. أنت كنت من الساعة موجودة من قاعدة معيط لكن أنت مجاوبتش. حل الكاميرا. اقرأ سؤال خمسة. سؤال خمسة. أقرأ الفقرة وأخطط الكلمة. أحوط الكلمة التي تتضمن الإشباع الفتحي. أقرأ الأفراد العائلة وجلسوا أمام التلفاز يتابعون المشهد المشاهد لعلهما يرون الجد. سيدة تمام على أحوط، يعني أضع فيه خط مغلق في دائرة. أحيط يعني أحوط يعني حسن. أي مؤمني الكلمات التي بها إشباع الفتح؟ أفراد. نعم أفراد العائلة. نعم التلفاز يتابعون المشاهد. نعم أفراد العائلة. ماذا أيضا؟ عائلتي. ماذا أيضا؟ أمام التلفاز يتابعون المشاهد. كلمة أخرى؟ ثلاثة نحب نجاوب. هارون كلمة أخرى بها إشباع فتح.
بعرفت يتابعون مشاهد فتح أخ ما فهمتش فتح أخ هناك كلمة أخرى؟ لا لحظة لا. يا رني هل يوجد كلمة أخرى؟ لا لا يوجد به جلسوا جلسوا اشبع شنو هذا يا رني؟ جلسوا هي جلسوا هي اشباع اشباع الضم اشباع ضم لا يتسميش اشباع هذيك رد بالكم يا اطفال ماهوش اشباع هذيك هيك على خاطر نحكي على جماعه اسمه تنويع اسمه واو الجماعه لا واو الجماعه هذيك باهي تغلطوش باهي تمرين ستة شكون يحب يجاوب على تمرين ستة؟ أنا أي هاروني أضع المكان نقطتي لا أو لا مقصورة ثم أقرأ صبيحة يوم يا هارون عاوش قلت له أضع مكان نقطتي أضع مكان نقطتي سيأتي بعد أضع مكان نقطتي حاجة تعيط لا ألف ماشي هذيك ألف ألف أو أو يا مقصورة أو ألف مقصورة يعني ألف مادية أو ألف مقصورة ثم أقرأ صبيحة يوم الأصحى أضع يا مقصورة نعم نضع ألف مقصورة ب رنيم يكفي يكفي يا هارون يكفي رنيم مضى هي ألف مقصورة نعم جيد أي مؤمن رضا ألف ألف كيف هي؟ مش مقصورة لخ يعني مد مد ب أي هارون نعم إلى إلى فاية مقصورة والجميع ألفه أي رنيم رنيم نعم سيدتي واصلي الجامعي قال هارون ذيك سيء اللي بعدها صحبة والده الألف كيف الألف كيف نكتبه ألف مادية أو ألف مقصورة مادية زايد أي مؤمن لأداء الصلاة كيف نكتب الألف لأدائي مادة لأدائي لم أسمع لأدائي كيف نكتب الألف مد حرف مد نعم الصلاة مقصورة الصلاة نكتبها ألف مقصورة لا مد نعم مد ما هي أي هارون اقرأ أتحرر
اشتاق الجميع لرؤية الجد على شاشة التلفاز، ما رأيك في ذلك؟ كده سوف تكتبون ما رأيكم في ذلك. أنا الجميع اشتاق إلى رؤية الجد. جملتين، جملة أو جملتين فقط. ثم أنتجوا، اقرأي يا رنيم أنتجوا. مثلا ايش ايش لا. أنتجوا. كيف ستستقبل عائلة أحمد الجد عند عودته من الحج؟ أجيب عن السؤال بجملتين على الأقل. أيضا ستجيبون عن هذا السؤال، تكتبون على الأقل جملتين أو أكثر. يعني كيف ستستقبل عائلة أحمد الجد عند عودته من الحج؟ تجيبون عن هذا مخصوص أسئلة. بتي يعني أقول أوافق ولا أوافق؟ ما رأيك في ذلك؟ تجم تقول مش أوافق، تجم تقول أستحسن أو أسمم أو أو أوافق. من غير حتى شيء، من غير ما تقول معناها تستحسنين أو لا، تجم تقول معناها شنو رأيك أنت إنه الجميع اشتاق لرؤية الجد، هذا دليل على ماذا؟ مثلا الناس يقولوا أباركوا.
نخدم أنت شو؟ نعم يا رنين. أنهيت سيدتي. أحسنت يا رني. يعني هي باهية برشا.
أنهيت. دلوقتي أنهيت. نصلح إذا ناي. أي هارون نبدأ. أرى أن العائلة لقد اشتاقت. نقرأ السؤال. اشتاق التحرر. اشتاق الجميع لرؤية الجد على شاشة التلفزيون. ما رأيك في ذلك؟ أرى أن العائلة لقد اشتاقت لرؤية الجد على شاشة التلفزيون لأنه غاب عنهما طويلا. أعد الجملة يا هارون. أرى أن العائلة لقد اشتاقت لرؤية جدي. أرى أن العائلة لحظة. أرى أن العائلة اشتاقت. نحي لقد. إن أرى أن العائلة اشتاقت. اشتاقت لرؤية جدي على الشاشة للتلفاز أنه غاب عنها طويلا. عنهم طويلا. رني. سلسلتي نخرة إجابتي. أي حسنا. أستحسن تصرف العائلة وأثمنهم لأنهم يحبون الجد ويساعدونه على فعل كل شيء. أعيدي رنين. أستحسن تصرف العائلة وأثمنهم. رنين لحظة يا مؤمن. نعم مؤمن. إذا كنت تحب تيكت نجم تاخو لحظات تمشي تيكت وتعود ترجع، وإلا تسكر الكاميرا، ولكن من الأفضل أنك تكل بعد الحصة. سمعتني مؤمنة؟ هبط الكاميرا خلينا نشوف. أوكي يا مؤمن. نعم تسمع فيا ولا؟ أي احنا في الحصة ما ناكلوش، راهو في الدرس ما ناكلوش. انت تاكل في القسم كنت بتقرا؟ لا ناكل فعلا. نفس الشيء. يلا حل الكاميرا نكمل الحصة من بعد تجي تمشي تاكل. باه تنجم تمشي لحظات وبعد تعاود ترجع. باهي ياكل ولكن بسرعة خاطر باش نكملو نصلحو. أي رنين. مثلا أستحسن تصرف العائلة وأثمنه لأنهم يحبون الجد ويساعدونه على فعل كل شيء. هارون اقرا لي الانتج. انا مؤمن كملت. خليته لين بعد ثاني. هاي بيبي شفا عايش. اقرا لي. ماما ستستقبل عائلة أحمد جد بحفاوة بالتهليل والزغاريد. جيد. أي رنيم. دلوقتي نقرا السؤال انتجو. اقرا لي الاجابه شنو كتبت. اجابتك فقط. انا قريتها من بكري. استحسن تصرف العائله واثمنه لانهم يرنيم. يرنيم انت. نعم اجابتك. انتجو. الثاني اي حسنا. طيب نقرا سؤالك. بالطبيعي. لحظه يا مؤمن لحظه. اي رنيم. بالطبع سيستقبلون الجد بفرح وسرور ومهللين الأسارير. عاود لي يا رني عاود الجملة.
بالطبع سيستقبلون الجدة بفرح وسرور ومهللين الأسارير. به أحسنتي. أي مؤمن مش تقرأ لي تقرأ أنت جزوز مازلت ما كتبتش أنت. به يلا بسرعة أقرأ لي أتحرروا. أستحزن وأؤيد وأثمن لأن العائلة يحبون جدهم ويساعدون على كل حاجاته ويلبون طلباته. يساعدون على كل حاجاته ذي نحياء. عاود لي. أستحسن وأؤيد لأن العائلة يحبون الجد يحبون الجد ويلبون طلباته. ويلبون له طلباته. به أنت جوي ما زلت بسرعة. يلا يا مؤمن بسرعة. كيف رتبوا الكلمات التالية بأحسن ما يمكن أن في آخر المقطع. أرسم في آخر المقطع. أشوف أحمد رائحة شهية منها على المشي ويأتي تصاعدت رصاص. أنهيت. أي مهم نقرأ. حتى سيرجع الجد يلبون طلباتي ويسمعون كلامه إذا جاء وقت النوم وهو سينام ينام لا أريد إزعاجا أريد أن أنام. حسناً يا جدي. يا مؤمن هل فهمت السؤال؟ السؤال لا. عاود اقرأه لي. أنتج كيف ستستقبل عائلتي أحمد الجدي عند عودته الحج؟ من الحج. نعم عندما يعود الجد من الحج
كيف العائلة ستستقبله؟ كيف سيستقبلونه؟ ماذا سيفعلون؟ فهمت؟ ميثيل سيستقبلونه بالزغاريد، سيعدون له أشهى المأكولات. حاجز كيف من هكا؟ فهمت؟ سيذهبون معه في نزهة. أي حاجة، كيفاش؟ كيفاش الاستقبال مش يكون؟ سيقيمون حفلة عائلية. أمثلة هذه. حفلة استقبال جدي. التي مثلش ان نزيد نحط لك الجمل هذاك الكلمة اللي قد صار هاي تنجم تزيد تحسن يا رني. ماي سيدي سيدتي سيعدون أكلا شهيا. مثلا نعم، سيعدون أكلا شهيا، سيستقبلونه بالزغاريد وبالأحضان مثلا. توا أي سؤال؟ من أفراد العائلة ستتهلل أساريرهم. واضح؟ نكتبوهم الكلمات هذوما. وسيعدون له أكلا شهيا. نعم، أشهى المأكولات. اكتبيها لنا بعد كده، نكتبها. ما دون أكلا يعدون للجد، يعدون للجد أكلا أكلا. ملذ وطاب. وسيعدون له أكلا، سيعدون له ما لذ وطاب. لذ وطاب. ما لذ وطاب من من الأكل والشرب. مينا ما لذ وطاب من المأكولات الشهية يا رنيم. المأكولات الشهية الشهية ياتي شهيتي وتعيس نحضر.
سيدتي فما حاجة هاي والأحضان يقبلونه الزغاريد الزغاريد والأحصان تهللت أسارير فرحني أو شعرت العائلة شعرت العائلة بالغبطة والفرح نعم بالغبطة والفرح برغبة جامحة جامحة برغبة جامحة في ماذا؟ سيدي أنا في رؤيته هارون كمل كملت يا رنيمة مزيت شوية في أساريرهم كملت ما سرورا فرحا لرؤيتي أنهيت سيدتي جيد حتى أنا أنهيت مروا إلى الإنتاج سيدتي هذه ورقة الإنتاج تبع ورقة القراءة أي ورقة القراءة به تنجزون السؤال الأول ثم نصلح سيدتي ما عرفتش أنا مطبوعة هاي هاي نعم هي أرتب الكلمات التالية لأخ أرتب الكلمات أنا أرتب سيدتي علاش عملنا نقاط احنا بعد على المشويات نقطة يعني نقطة النهاية ذيك نهاية الجملة حسنا سمعت على مشواتي المشويات يا رنيم هي الأداة التي نقوم عليها بالشواء شواية يعني ولا الباربكيو واضح يا رنيمة
ما عرفتش. شنو اللي ما عرفتوش يا مؤمن؟ مرات سراء أحمد سيدتي ايش معناتها رصفة؟ رصافة رصفة يعني وضعها الواحدة بجانب الأخرى يعني. كما نظمها. مش صوتي صوتي ايه أنا هيد أنا هيد سؤال أو لا إذا أنهيت تستطيع أن تمر إلى السؤال الثاني يا مؤمن. أوكي التي احنا نخدم السؤال الثاني ولا نقراوه؟ تخدموه، سوف ترتبون الأحداث. كملت السؤال الأول؟ نعم. السؤال الثاني سوف ترتبين الأحداث. زيد النحي والتكرار. أنت مش ترتب الأحداث فقط، في قال لك رتب الأحداث. رتبتها؟
لا رتبها. هن عبيدة الحاجة ورجع وزد أن نعمل أعيد كتابة النص مع إسرائيل بما يناسب. كملت الترتيب قبل؟ كمل الترتيب أولا. ما الآن؟ هارون كملت من الأول؟ يا هارون هل أنهيت السؤال الأول؟ لا. سيدتي ما معنى ها هو مطار الحجيج حجيجي من آه بالناس؟ كلمة ما فهمتيش ولا ما فهمتش الجملة كلها؟ كلمة فك شنو هي الكلمة؟ ها هو مطار الحجيجي. هذا ثلاث كلمات مش كلمة برد. هي هو يعني هذا المطار، مطار الحجيج يعني المطار أين يتواجد الحجيج.
يا هارون نصلح السؤال الأول؟ نعم، أنهيت السؤال الأول. به، اقرأ السؤالين. أرتب الكلمات التالية لأحصل على جملة أرسم في آخرها نقطة. الجملة الأولى، اقرأ الجملة كاملة اللي تحصلت عليها. رصف أحمد الشرائح على مشويتي فتصاعدت منها رائحة شهية. أحسنت. رنيم مؤمن، هل الجملة صحيحة؟ لم أسمع سيدتي، شنو يقول؟ أعيد الجملة يا هارون. رصف أحمد شرائحه على مشويتي فتصاعدت منها رائحة شهية. صحيحة. نعم. يا رنيم، هل جملتك صحيحة؟ نعم سيدتي. جيد، أنهيتم السؤال الثاني؟ لا. سيدتي، منساش نقرأ الجملة هذيك متاع أرتب الكلمات التالية لأحصل على جملة أرسم في آخرها نقطة. هاي نفس الجملة يا رنيم، نفس الجملة، ما نضيعش وقت. سيدتي أنهيت. جيد يا رنيم، ننتظر هارون ومؤمن ثم نصلح. أنا حايد سيدتي.
انهيت يا هارون؟ لا اسرع قليلا. رنيم ومؤمن تنجموا تعدوا السؤال بقى وعيدوا كتابة النص مع إثرائه بما يناسب. الجمل اللي بعد ما رتبتوها سوف تقومون بكتابة نص تربطون فيما بينها وتكتبون نص مع الإثراء. إضافة إطار مكاني، إضافة إطار زماني، إضافة بعض الأوصاف. نجم تزيدوا من عندكم عندما رجعوا إلى الدار ماذا فعلوا؟ نهاية يعني. ثلاثي نعود واحنا نكتب النص نحيو الاثراء. ما اثراء؟ فمش اثراء. ليه ليه نحيو التكرار؟ اي اكيد بطبيعة. ملا
هل نصلح يا هارون؟ اي انا عجينة كل 30 مزلت نكتب اعيد كتابة النص مع اسرائي بما يناسبه. سيدتي عادم قول جملتي نصي. مش تكتب نص يا مؤمن. اي تبقى عادي نقولوه. لا مش تو حتى نصلحوا الساعة الترتيب يا هارون. نعم. كمان جمل. اي رتبت انا ما زلت نكتب. تكتب في النص. اي ما زلت. حتى نصلحوا الجمل، اعطيني نصلحوا الجمل الساعة باش نتأكد انه الترتيب صحيح. اي راني من الجملة الاولى رقم واحد. رقم واحد هي ذهبت العائلة الى المطار لاستقبال الجد. نعم هذيك رقم واحد صحيحة عملتوا هكا. نعم. يا اطفال به هذيك رقم واحد. مؤمن انا رقم اثنين. ما هو ها هو ها هو مطار الحجيج ملؤون بالناس. ملؤون. نعم ملؤون بالناس. الآن بالناس. هارون شنو رقم ثلاثة؟ رقم ثلاثة نظر أحمد وبقي يبحث عن جده. ذي رقم ثلاثة. جملة رابعة. يا يكفي ريم. حسن لم يظهر الجد حتى الآن. أحسنتي. نعم هذه رقم أربعة. هارون رقم خمسة. رقم خمسة فجأة التفتت فرأه خلفه. هذه رقم خمسة. نعم مؤمن رقم ستة. قفز وعنقه طويلا. قفز وعنقه طويلا. قفز وعنقه طويل. ورقم سبعة وكمل قرأي مؤمن. هنأت العائلة الحجة ورجعت معها إلى الدار. جيد أخذ من رقم أخذ من سؤال باء. أي أنا توك كتبت النص مع الإثراء يا مؤمن. أي كتبته. به. ممكن الإثراء وناحية التكرار. صحيح.
سيدتي أذهب إلى الحمام. نعم. أنهيت هارون؟ نعم. رنيم؟ لا. أوصف هذه الفرحة على الطفل في شارع فرحان. ورائه فرده وقفزه وعانقه سيدتي توفي نهار السبت، زاد عنا حصة. أي الحصة دي ما في وقتها يوم السبت، أما الحصة هذه حيت السبت اللي فات ما قريتكم شيك علاش عوضناها اليوم، أما الحصة دي ما يوم السبت. بلي. كملت رنيم؟ باه مش نعمل برشا إثراء. باه باه يا أطفال تو نصلحوه هذا التمر يا رنيم، متنساش كمل كمل الخدمة في عقلك، والحصة الجاية إن شاء الله نصلحوه. باهي حب نص متميز فيه برشا إثراء وبرشا وصف. باهي إن شاء هارون الله. ومؤمن زيدوا حسنوا فيه الإنتاج متاعكم، اعمل لي برشا إثراء يا مؤمن. سيدتي مساش نقرأ، سيدتي مساش نقرأ أنا اللي كتبته توا. باه أقرأ اللي كتبته. إيه في صباح يوم المشرق المظلمة بعثني نسيم عليل، سأل أحمد يا رني معود لي ما سمعتش رني حسنا أقرأ بشوية. في صباح يوم المشرق المضمخ بعطر نسيم عليل، سأل الأحمد المهذب والديه للذهاب إلى مطار الشاسعي، فلبيا طلبه ودخلنا إلى السيارة فأخذت دخلنا يا رنيم. نعم دخلنا يعني أنت معهم. فدخلوا السيارة، فركبوا السيارة فأخذت تطوي بهم الأرض طيا حتى وصلنا إليه. حتى وصلوا إليه وفي غفلة من هو مطار الحجيج ملآن بالناس. هذاك باش نكمل توا احنا انا حتى وصلوا اليه، تقول حتى وصلوا الى المكان المحدد خير. حتى وصلوا الى المكان المحدد. اي به كمل في عقلك الاسبوع المقبل ويوم السبت ان شاء الله تقرا لي انتاجك. مؤمن تحب تقرا نصلح لك تو؟ اي يلا. ذات يوم ذهبت العائلة الى المطار المطار الجديد لاستقبال جدي
الجد ما الجد فركب السيارة وذهب. لا ذهبت لحظة باش نعاود سيداتي. ذات يوم ذهبت العائلة إلى المطار الجديد واستقبل الجد فراكب السيارة. ها؟ استقبال الجدي. الاستقبال الجدي. ركب السيارة. ها هو ها هو المطار الحجيجي ملآن بالناس. لم يظهر حتى الآن. نظر أحمد وبقي يبحث عنه. فجأة مؤمن نظر أحمد يبحث عن جدي هي رقم 3 ومن بعد لم يظهر جده حتى الآن. نظر أحمد وبقي يبحث عن جده قبل لم يظهر الجد حتى الآن. بالحق ونكتب ذهبت العائلة إلى المطار لاستقبال الجد. اسم كل المطار ها هو الحجيج ملآن بالناس. هاي وبعد بعد كان بعدك لم يظهر لا الجد نظر أحمد حتى يبحث عن جدي رقم 3 نظر أحمد وبقي يبحث عن جدي لم يظهر الجد حتى الآن. صلح الترتيب متاعك وعاود اكتب النص. هارون نعم اقرأ. بعد انتهاء مراسم الحج ذهبت العائلة إلى المطار الكبير الجدي. ها هو المطار الحجيج ملآن بالناس. بعد انتظار طويل نظر أحمد وباقي يبحث عن جده ولكن لم يظهر الجد حتى الآن. ولكن لم يظهر حتى الآن نح الجد حتى الآن. فجأة اتفأ خلفه وقفز وعنقه طويلا وهنأت العائلة الحاجة ورجعت معه إلى الدار. جيد لكن ما عملتش إثراء. أنت فقط ذكرت الإطار الزماني في أول النص فقط. أما صحيح الفقرة نتاعك ما فيهاش أخطاء. حاول أنك تثريها للحصة القادمة. باهي يا أطفال الحصة القادمة إن شاء الله تنعود نسمعكم. إلى اللقاء بسلامة. إلى اللقاء. يعني بعد يومين إن شاء الله يوم السبت. باهي باهي يا رنيم. سيدتي أي ساعة؟ الساعة الرابعة بتوقيتكم في بالي هكا خاطر ساعتين بتوقيتنا احنا. يعني الساعة الرابعة بتوقيتكم انتوا. حاضر. احنا بالعكس خاطر احنا ما حبيناش نبداو الرياضيات. يا هارون انتوا شو الوقت تبداو نهار السبت؟ توقيت تونس ساعتين وانتوا توقيتكم؟ ساعة رياضيات. هكا. رياضيات لحداش الماضي ساعة كاو نصف النهار بتوقيت قطر. نصف النهار عفوا به يوم السبت. إلى اللقاء بسلمة. إلى اللقاء. ما رحنا وقت غلط. حالا خير كل عملي هكذا.